السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزاد، قناة الكرة الجزائرية، المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بداية ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش دعمونا بالاشتراك اللايك والضغط على زر التنبيهات باش يجيكم جديدنا وجديد الكرة الجزائرية في كل وقت. اليوم أحبتي نواصل معكم الكلام عن اللاعبين الجزائريين أصحاب الجودة، اللاعبين الجزائريين المغتربين اللي هما أكيد دائما نقول أنه أبنائنا وأولادنا وإخواننا، وساهموا بدرجة كبيرة جدا في تقوية المنتخب الوطني الجزائري. ونذكر على سبيل المثال عدلان قديورة، سفيان فيغولي، ياسين إبراهيمي، ماندي، محرز، بن ناصر، آدم الناس، دولور، كارل مجاني، عنتر يحيى، بوقرة، زياني، وزيد يعني عدة لاعبين لو نبداو نتكلموا عليهم الآن ما راحش يعني نتكلم يعني نتوقفوا عن هذا الشيء. آخر إنجازات المنتخب الوطني مثلا، من المستحيلات أنه كانت راح تكون من دون اللاعبين يعني اللي جبناهم من أوروبا، وهم أكيد قلنا يكونوا جزائريين مهما حاول البعض تصفيتهم من وطنيتهم ومن جزائريتهم. هؤلاء اللاعبين ساهموا في تأهل المنتخب الوطني سنة 2010، ومن دونهم المنتخب الجزائري لم يكن ليعرف ذلك الشيء. سنة 2014 نفس الشيء، ساهموا في تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال 2014، وكانوا يعني مهمين جدا في الإنجاز التاريخي للكرة العربية، أقول الكرة العربية، واللي من خلالها المنتخب الجزائري حقق أفضل إنجاز في تاريخ الكرة العربية في كأس العالم. أكيد اللاعبين المغتربين قلنا اللي هم أبنائنا عندهم دور في هذا الشيء، وكأس إفريقيا نفس الشيء، 7 لاعبين كانوا في التشكيلة الأساسية تاع جمال بالماضي وساهموا في جلب الكأس الإفريقية، وإن شاء الله نبقى ونضخ الدماء تاع اللاعبين هذو في انتظار تقوية البطولة تاعنا وتقوية التكوين، رغم أني أراه لن يحصل خلال على الأقل 50 سنة مقبلة، مستحيل. إذن ما بقلنا إلا أننا نروح إلى لاعبين الموجودين في الغربة لأنهم تلقوا تكوين صحيح، تكوين على أساسيات أو بأساسيات صحيحة وعالمية وعلمية، سواء من الناحية التكتيكية، من الناحية الفنية، من الناحية الذهنية، من الناحية البسيكولوجية، كل شيء. لاعب خرج من البطولة ولا من أوروبا يعني أكيد الأمر مختلف كثيرا. نعطيكم مثال، بن سبعيني، قارنوا بين بن سبعيني لما كان هنا في الجزائر وبن سبعيني لما في أوروبا، رغم أنه بن سبعيني تكون ما نقولوش تكون لأنه هو ابن قسنطينة، تكون أو على الأقل لعب يعني في فريق بارادو في آخر مراحله قبل الذهاب إلى أوروبا، لكن لما راح إلى أوروبا شاف كرة القدم الحقيقية وتعلم كرة القدم الحقيقية، والآن رانا نشوفه بن سبعيني حاليا أحد أفضل اللاعبين في الدوري الألماني وأفضل ظهير حاليا يساري في الدوري الألماني. وبطبيعة الحال دائما نقول أنه عندنا مواهب في الجزائر لكن التكوين صفر. باش تجيب لاعب جاهز لازم تجيب من هي. عندك الآن حلين، إما اللاعبين تاوعنا هذو ندوهم إلى أوروبا ونخلوهم يتعلموا ولكن لازم يروحوا في سن مبكر، أو أنك تلجأ إلى أبنائنا، نقول ونكرر وندير ألف سطر تحت أبنائنا إلى المنتخب الوطني باش يلعبوا معنا. هذه السياسة الآن كاين بعض الأطراف يحاولوا يدفنوها ويحاولوا يقتلوها، لكن هناك ناس جزائريين أحرار يحبون الخير لهذا البلد، بعيدا عن المصالح الشخصية، بعيدا عن الحسابات الضيقة اللي الأكيد الكثير من الآن يتخذها سببا في إبعاد هؤلاء اللاعبين لقضاء مآربهم بمختلف أصنافهم وأطيافهم. الآن أعطيكم مثال، تكلمت المرة الماضية على محسن، قلت محسن اسمه فقط يزعج الكثير، لكن محسن يزعج الناس اللي تكره هذا البلاد، يزعج الناس اللي عندهم مصالح شخصية على حساب هذا البلد. محسن قدم الكثير للمنتخب الوطني الجزائري، وقلت بأنه هو أول واحد تكلم على بن ناصر، أول واحد تكلم على محرز، أول واحد تكلم على طوبة، أول واحد تكلم على عديد اللاعبين، وكان سبب في قدومهم إلى المنتخب الوطني الجزائري، وكذلك أثبت أنهم جزائريين في حين ولا واحد كان يسمع به. نعطيكم الآن محسن، الأخ محسن، بعد كلامنا عليه المرة الماضية بعد ذلك الفيديو يعني خرج برسالة أو بعرض للاتحادية الجزائرية والفيدرالية الجزائرية، إذا قبلته أكيد راح يساعد الكرة الجزائرية باش تطور وتروح إلى الأمام. نعطيكم ونقرأ لكم واش جاء في هذا العرض. يقول الأخ محسن: أعرض للفيدرالية الجزائرية خلية خاصة في أوروبا تتكون من 10 أشخاص وربما أكثر، كلهم يعملون مجانا كعمل تطوعي لفائدة الفيدرالية الجزائرية، يعني يتطوعوا ويعملوا مجانا ويساعدوا الفيدرالية الجزائرية، يعني هوجكم واحد لكم نعاونكم بطل.
هل هي خلية تتكون من مدربين مكونين ومناجرة وكشافين في إنجلترا، السويد، ألمانيا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا؟ دول ليست بالسهلة، دول محترمة في الكرة الأوروبية خاصة في مجال التكوين. إنجلترا، السويد، ألمانيا، إسبانيا، بلجيكا وهولندا، مهمتها هي متابعة أبرز الشباب الجزائريين ميدانيا وتقديم تقارير ومعلومات لكل لاعب لكي يسمح لنا بتقييم مستوى اللاعب قبل استدعائه لفئات المنتخب الوطني الجزائري. هذا الشيء الآن اللي رانا ناقصنا، وهو متابعة اللاعب ميدانيا، ليس على شاشة التلفزيون ولا على التطبيقات في الهواتف كما يعملوا الآن مسؤولي حتى المنتخب الأول وكل المنتخبات الفئة السنية. الآن رانا نشوف عدة مدربين في المدرجات يشاهدوا لاعبيهم رغم أنهم يلعبوا معهم. دائما نعطيكم مثل بفليك ومدرب ساوثغيت مدرب إنجلترا. فليك مثلا يوم السبت كان يشاهد مباراة دورتموند والبايرن من الملعب، ويوم أمس شاهد دورتموند مع إشبيليا، واليوم شاهد ليفركوزن مع بورتو. يعني مدربين يعملوا ويخدموا. لو تروح تشوفوا ديشان نفس الشيء، راح شاف نادي اليوفي او عفوا راح شاف الميلان ضد تشيلز باش يشوف اللاعبين نتاعو. ساوثغيت نفس الشيء، اليوم راهو يشوف شاف توتنهام، ومن احد شفنا شاف مباراه مانشستر وايفرتون. يعني الناس راهي تعمل، الناس راهي تخدم رغم انهم عايشين معاهم وفي بلد واحد، يتنقل ويشاهدهم. احنا ولا واحد يشوف اللاعبين في الميدان. هو محسن يقول لكم نشوف لكم اللاعبين الشبان ميدانيا، ومشي على اليوتيوب ولا في التطبيقات على الهواتف. في فرنسا يقول يكمل، لانه لو لاحظتم ما ذكرناش فرنسا. يقول في فرنسا املك مخطط عمل خاص يشمع جميع الاقاليم المعروفه بتواجد المواهب، يعني راح يغطيهم كامل. استدعاء عدد كبير من اللاعبين المغتربين للمنتخبات الجزائريه في كل تربص بدون ان نملك معلومات دقيقه مثل ما يحصل الان عنهم سيضر خزينة الفيدرالية مع مرور الوقت، ويضيع لنا الكثير من الوقت من أجل بناء منتخب تنافسي جاهز. ولهذا يجب أن نعمل على أن نستدعي الأحسن فقط. هو محسن يلخص لكم كل شيء وينقص عليكم كل شيء، يقول لكم أني ندير خلية تاعي في دول كبيرة جدا في أوروبا، وحنا نقوم بتقييم اللاعبين أو هؤلاء الخلية أو هؤلاء الكشافين يقوموا بإرسال تقارير إلى الخلية هذه تاع 10 أو أكثر من 10 كشافين وخبراء، يقوموا بتقييم اللاعب ثم يقدموا التقرير هذا للاتحادية الجزائرية. يعني لو كل شهر يقدم لك 4-5 لاعبين في العام تخرج ب60 لاعب، أعتقد أنه أمر مميز ومميز جدا. وترجع في بلاصتك تخلص تأكل وتشرب هو يبعث لك اللاعب. يا سيدي كمل فرقاتك، ما تجيش ما تروحش تفرج على اللاعبين، قعد ارقد ارقد كما كراك ارقد، يجيبوا لك اللاعبين يا سيدي. خدموا برك، ورونا بلي عندكم النيابه تخدموا. عيا سيدي على الاقل ورونا بلي نتوما فنيانين، ورونا بلي نتوما المشكل تاعكم متفنيين، ماشي هو تصفيه حسابات مع الناس اللي جاوا من قبل ومع راورا، وخاصه هو صاحب قانون البهاماس، ولا عمل لمصلحه ولناس يعني معينين باش يعني ما نبلعوش البيبان على لاعبين ممكن نستفادوا منهم مستقبلا. لا بينونا على الاقل شي، بينونا هذا الشيء، بينونا بلي نتوما الغالب انكم حابين تقدموا الاضافه لكن الغالب فنيانين. هذا شيء خطير جدا، لأنه الجزائر خسرت وستخسر الكثير من اللاعبين مستقبلا. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.